سببك. تاني احنا مبسوطين انك وسعت الشغل. ليه؟ ثاني واحده من فضلك، انت ليه عامله مشاكل؟ حضرتك وسعت الشوارع عشان العربيات في مناطق سكنيه يا كامل يا وزير، يلي تم مكافئتك بوزاره جديده الصناعه، هو حضرتك بتوسع الشارع؟ طب والسكان؟ انت ما عملتش حساب بني ادم. البني ادم تعمل حسابه في ايه؟ بتعمل حسابه في اشاره مرور كوبري مشاه؟ لا كوبري وقع، هو عمل كوبري وقع، كلكم عارفين ان فاهم عربي وقع، وبعدين مفيش كوبري مشاه 17 دور. طيب في المطبات كان في مطبات والشارع صغير شالها هو ورئيس حي العجوز. وبقول تاني، قلت انا لو تفتكروا اللي كانوا موجودين يوم الحادثه، يوم الحادثه ان مدير مرور الجيزه فاشل فاشل فاشل، اللي هو ماجد. ليه فاشل؟ لانه احنا موجودين في المستشفى الشروق اللي ما رحنا قبل ما ننتهي بيها مستشفى الهلال، وبعدين انتقلنا لمستشفى وادي النيل. وقلت تاني كل ده انا فقدت يا جدعان، ما اقولكش ايه ده، بيروحوا المستشفيات يعني الفخمه دي على حساب الدوله. سام مدير الامن محافظ اسيوط بعت لي البيه المامور اللي هو العميد احمد السوي، وهو واقف معانا وبياخد اقوالها. اربع حوادث في ساعتها جيهم في نفس الشارع. ماجد بدل ما يتشال يطلع معاش بقى مدير اداره العامه لمرور مصر كلها، هذا الفاشل. قوله شوف وزير الداخليه محمود توفيق ده راجل محترم وعامل شغل على اعلى مستوى، يكفي انه وضع الارهاب مع اللي هو عادل جعفر مع الناس اللي شغالين معاه، تمام؟ انما في النهايه الراجل فاشل اللي اسمه امجد، حضرتك تجيبه مدير الاداره العامه مرور مصر كلها. وبعدين في شارع جامعه دوله العربيه نفس القصه، كل يوم ثلاث اربع حوادث اطفال بتعدي الشارع عند فندق النبيله بتموت. يا استاذ كامل من فضلك، ياللي اهتميت بالعربيات وانت بتوسع الطرق ليه؟ عشان العربيات. طيب هل تعلم ان شارع احمد عرابي بقى فيه بيت الانفاق؟ هل تعلم اخي كامل ان شارع احمد عرابي فيه كوبري يوصلك اسكندريه وطنطا والاسماعيليه؟ يعني اصبح احمد عرابي ده جزء من الطريق الصحراوي، ولا انت مش واخد بالك؟ مش واخد بالك امشي. انما انا قلت وبقول تاني دم اختي معاه في رقبه كامل وزير عشان الطرق اللي عملها وماشي حساب المشاه، وفي رقبه اللي هو امجد مدير الاداره عامه للمرور. طب انت ثانيه، وفي رقبه رئيس حي العجوزه اللي كان فيه مطبات شالها. يعني الشارع لما كان الجنينه قد الشارع 10 مرات، كل حاره 3 4 متر كانوا عاملين مطبات، لما دلوقتي الحاره دلوقتي 500 متر شالوا المطبات. فدعاء خلاص ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. طب واللي جاي؟ طب والحاسه بتاعت امبارح اللي في الشارع واللي قبليها؟ لا هي القصه مش منظره. تاني بقول اهو مع احترامي للفريق كامل بلدياتي وراح عند البلد كتير ويعني كله تمام وعمل اطار على اعلى مستوى، تمام؟ انما انت نسيت حاجه مهمه، البني ادم. فانا اتمنى الحوادث اليوميه اللي بتحصل في احمد عرابي وجامعه الدول العربيه، شارع الشباب يا جماعه الصغير في خمس ست اشارات مرور، هي عند بتعمل اشارتين في احمد عرابي، واعمل جامعه العربيه اشارتين عند واحده عند النبيله، دي مهمه جدا. الاولاد اللي بيعدوا من نادي الزمالك الاطفال بيعدوا كلهم بتحضروا حوادث. حضرتك كلام يا فندم هتلاقي الناس كلها عد الصحفيين. انت كلام رئيس ما تحطش مايك يا رينات، ما تحطش مايك. طب ما هو ده نازل المايك يا سيدي، حدش يا جماعه حط مايك خلاص حطه قدامه. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكركم انتم بقالي وبشكر ربنا سبحانه وتعالى. بتاع مصر اليوم يا جماعه لوجو، ما تسيب اي حد بقى يحط، انت مالك يا اخي؟ بشكركم، بشكر ربنا طبعا في الاول ان خاتمه المرحومه دعاء. ايه رايك؟
كانت خاتمه تليها الحمد لله. يمكن احنا عملنا عزاء في بلد امبارح، مش عايز اقول لكم الحمد لله الطريق اتقفل نظام نبي طلاق عزازي قفل من ربنا لينا، حب من ربنا لينا وللمرحومة. النهاردة ما شايفين رموز سياسية لنا السيد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلم، رموز وطبعا والأهلاوية كان ثانية من فضلك خلينا نكمل بقى كم أعضاء مجلس نواب منهم وكيل مجلس النواب. انت بتعمل ايه؟ انت توقف عليا انا كده؟ ما تتحركش. لا انا واقف اهو. كم رياضيين من الزمالك من الزمالك ومن الاهلي، حاج محمد عبد الوهاب كان موجود، حسن بدري موجود، ربيع ياسين موجود، كتير سفير نور موجود، كان رموز اهلاويه كتيره موجوده، وده بيؤكد يعني انه يا باشا من فضلك هتلاقيني مشيت، وده بيؤكد ان العلاقات الانسانيه ما فيهاش اهل وزمالك. كان في رموز فنيه طبعا، رسوم السيد اشرف نقيب المسيح واحمد ادم ومحمد صلاح وعفاف شعيب، انا خايف انسى حد، صلاح عبد الله وياسر جلال، كتير واحمد ادم. المهم يعني فالحمد لله دي محبه من ربنا لينا ومحبه من ربنا. يقول لملائكته لما يحب حد انزلوا قولوا البشر حبوا الناس دي. انا بعتبر اللي حصل امبارح في العزاء في متغامر والنهارده هو استفتاء، يعني هو استفتاء بفضل ربنا، هو استفتاء بفضل ربنا. بيقول اللي زور الانتخابات ضدي في متغامر واللي مشاني من نادي الزمالك للسيف ده بيقول له طز فيك. ده شعب مصر، ده شعب مصر اللي كله جايين زي ما شايفين كلكم ايه بحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا سمعنا المستشار مرتضى منصور والكلام اللي قاله لكامل الوزير. فعلا هي الوزارة كلها ماشية في البنى بنى بنى بنى، نسيوا البني آدمين، قاعدين يبنوا في حجر ونسيوا بداية بناية البشر. يعني دلوقتي في أطفال، في شباب، في كبار، مفيش حد أبدا أبدا قادر يتأقلم مع الجو اللي هو فيه. الطرق كويسة تمام وكل حاجة، وقف بقى وكفاية، لكن انتوا مستمرين 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 بطريقة غريبة جدا. ده علشان يتقال ان عملتوا انجازات، خلاص عرفنا ان في انجازات، وقفوا شوية وبصوا للبشر. فعلا الطرق بقت فيها حوادث كتيرة لانها توسعت كتير، وما فيش اي امان وما فيش اي اشارات للطرق الواسعة دي علشان بني ادم يعدي للناحية التانية. فعشان كده الحوادث كترت، وخصوصا في الاماكن السكنية اللي توسعت فيها الشوارع. بالنسبة للمنظومة كلها على بعضها منظومة فاشلة. ازاي احنا نعين تاني كامل الوزير ونديله وزارة تانية؟ ماشي خلاص، وقف كده يا كامل يا وزير وابتدي بص للبشر. دلوقتي شايفين كلنا ان رئيس الوزراء نفسه مصطفى مدبولي ما يستحقش ابدا ان هو يبقى في مكانه، لانه من ساعة ما كان في مكانه والدنيا ما بتتغيرش، كل يوم من غلاء لغلاء لغلاء، مفيش يوم بيقل عن اللي قبله، بالعكس كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله. بالإضافة إلى فساد الوزارات، يعني بنلاقي وزارة التعليم فزم الأول والآخر، وهي المسؤولة عن بناء أجيال وأجيال وأجيال. نشوف الناحية التانية وزارة الرياضة فاشلة ومنظومة فاسدة من الأول والآخر. نلاقي وزير الرياضة شباب ورياضة أشرف صبحي قاعد، طب انتوا ايه في ايه؟ هي البلد خلاص اتقسمت، احنا مش عارفين لغاية دلوقتي البلد متقسمة ليه بالمنظر ده. يعني كل واحد ماسك في مكانه، مش راضي يسيبه للي هو أقدر منه واللي هو يستحق. انت ثبت انك انت فاشل يا سيد يا رئيس الوزراء،
والمنظومة الرياضية كلها فاشلة ورئيس وزير الرياضة فاشل، يبقى المفروض الناس دي كانت تتشال كلها من الأساس وتتغير الوزارة مش من أولها لأخرها. مش وزير، مش رئيس الوزراء هو اللي يعين الوزراء، إذا كان رئيس الوزراء هو نفسه المسؤول عن الفساد والغلاء اللي بيحصل كل يوم والتاني. فين وزير التموين؟ ما سمعناش عنه خالص. الجشع بتاع التجار زاد ومفيش رقابة في السوق والدنيا سايبة ومحدش حاسس بحاجة. ربنا يستر على عبيده وربنا يستر الأيام اللي جاية على الأجيال وعلى الشباب وعلى الكبار وعلى الأطفال. محدش عارف ان احنا هنوصل لغاية فين، بالإضافة للمنافذ المفتوحة لكل أجنبي جاي من كل مكان، وكأننا بلد محتلة مش بلد بتاعتنا. احنا بنلاقي المصريين في بلدنا خلاص ما بقوش قد الناس المستوطنينها، ليبيين على سوريين على عراقيين على سودانيين في الآخر وصوماليين، مش كده وبس، ده كانوا كمان بيتملكوا مباني شاهقة لوحدهم بأساميهم. ازاي يتملكوا في بلدنا؟ يعني بلدنا اصبحت مستوطنة، بلدنا اصبحت زي ما بيقولوا كده احنا ملناش مكان فيها. يعني نلاقي نفسنا احنا اقل من الناس اللي جاية من بره. البلد مستعمرة، البلد فيها ناس واخدينها مخطوفة، يعني سابنا من الأماكن اللي كانت بتتباع للإمارات والغير والغير والغير، لكن نلاقي السودانيين بياخدوا عمارات بالكامل تمليك وغيرهم وغيرهم، والسوريين، والكل عارف إن الجماعة دول بيجوا بيفسدوا في البلد وبيدمروها وبيدمروا شبابنا بالبلاوي اللي بيجيبوها وبيتاجروا فيها في بلدنا، وكله عارف الكلام ده. ربنا يستر على بلدنا وربنا يستر على أولادنا وعلى شبابنا.